غريب أنا في الأرض، فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أهلا وسهلا بكم، حلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية، مكملين مع بعض المزمور 118 أو 119 حسب بعض الترجمات. وهنقرأ النهاردة مع بعض آيتين حلوين نتأمل فيهم، آية 19 وآية 20. يقول فيها داود النبي: غريب أنا على الأرض، لا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. غريبة جدا أن نسمع داود النبي الملك العظيم اللي كان مشهور جدا في وقته وما زال إلى الآن طبعا شهرته في الكتاب المقدس والمزامير اللي كتبها، ونستغرب أنه يوصف نفسه بأنه غريب على الأرض. ده داود النبي كان متزوج 8 زوجات وعنده أولاد كتير، وإزاي ده يعتبر نفسه غريب على الأرض؟ لأن الإنسان المسيحي مهما طالت حياته على الأرض، مهما كان منصبه، مهما كان يملك من العالم، هو ينظر لنفسه في العالم إنه إنسان غريب. غريب في تصرفاته، غريب في أفكاره لأنها مش شبه أفكار العالم. غريب لأن موطنه الأصلي هو السماء. فالإنسان ينظر، المسيحي بينظر للأرض إنها خيمة مؤقتة، مسكن مؤقت بيقضي فيه أيامه على الأرض وبعدين يطلع السماء. ونفس المعنى بنصليه في القداس لما نقول لربنا: ونحن الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. فالمسيح ينظر إلى نفسه في العالم مهما كان يملك من معارف وأصدقاء وأصحاب إنه غريب. وفي هذه الغربة ما يعزي الإنسان المسيحي هو أقوال الله، عشان كده يقول له: غريب أنا على الأرض، فلا تخفي عني وصاياك. يبقى اللي يعزي الإنسان في غربته على الأرض هي وصايا ربنا. وهل ممكن الله يخفي وصيته عن الإنسان؟ إن تقص قلب الإنسان. يعني مثلا تلاقوا فرعون مثلا أيام موسى النبي يقول قص الرب قلب فرعون، هو مش قادر يشوف الله لأن بقساوة قلبه اللي موجودة جواه بقت وصية ربنا غير واضحة قدامه. الخطية كمان تخلي كما لو كان في غمامة على العين وتخلي وصايا الله غير واضحة. الإنسان لما يفكر يرضي الناس مش يرضي الله، برضو دي تكون بتخفي وصية ربنا عن عينيه. الواحد فينا عشان يقدر يرى وصية الله يحتاج أن يراها في هدوء، يحتاج أن يراها في صلاة، يحتاج أن يراها في توبة، يحتاج أن يراها في إرشاد أبونا. لكن مش هنقدر نشوف وصية ربنا طول ما احنا مشغولين وسط العالم بننفذ كلام الله اللي بيحرك أذهاننا وأفكارنا هي مبادئ العالم مش مبادئ الإنجيل. عشان كده نراجع نفسنا ونقول له: يا رب أنا غريب على الأرض، لا تخفي عني وصاياك. يكمل داود النبي يقول له إيه؟ اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. شوق الإنسان أنه يعرف كلمة ربنا تخلي ربنا يتحنن عليه ويخلي الرؤية أكثر وضوحا لوصايا. علشان كده كل ما الواحد فينا يقرب لربنا أكثر، كل ما يشوف الوصية بأكثر وضوحا، وكل ما تشتاق نفسه لوصية ربنا. ويقول كده برضو داود النبي أن إزاي كما يشتاق الأيل إلى المياه، اشتاقت نفسي إلى أحكامك. فإنسان فينا يشتهي وصية الله، يعني يبقى جواه شوق إليها. والشوق يعني يوصله لحاجة تانية اسمها الاشتياق، عشان إلى شهوة. يعني تبقى كلمة ربنا بالنسبة له، وصايا ربنا بالنسبة له شهوة، يعني في بينه وبينها حب كده. يبقى الإنسان فينا مش يعني في أنواع من الشهوات، شهوات ردية وحشة ربنا يبعدها عننا، وشهوات جميلة نشتهي ان احنا نقرأ كلمة ربنا، نشتهي ان احنا نسمع وصايا ربنا، نقرأ في الانجيل. احكي لكم قصة سمعتها من ابونا تدرس يعقوب، بيحكي فيها ازاي الانسان يكون بيشتاق لكلمة الله. فبيحكي عن واحد كان مريض وشاب يعني صغير، والمرض بتاعه كان مرض للموت يعني. وبعدين وهو في ايامه الاخيرة
فجه بابا وقال له يعني ايه طلبك، نفسك اعمل لك ايه؟ قال له بابا انا نفسي تقعد جنبي وتقرا لي في الانجيل. فيقول ان بابا كان يقعد جنبه ويقرأ له في الإنجيل كتير جدا طول الوقت، وكل ما يجي يوقف ابنه المريض اللي في السرير يقول له بابا وقفت ليه، فيبدأ يقرأ ويكمل قراية. بعد فترة انتقل الابن دوت وبدأت الناس تيجي عشان تعزي الأب، فكان الأب كل ما هو طول ما هو قاعد الناس جاية تعزيه هو فاتح الإنجيل وبيكمل قراية كما لو كان ابنه لسه بيعيش، ويخلي الناس اللي قاعدين يقروا في كلمة ربنا. لدرجة انه قال لأبونا على ما اتذكر يعني، قال له أبونا لما الباب بيرن بيبقى صعبان عليا اني اوقف اقفل كلمة ربنا عشان اقوم افتح الباب. هو ده تأثير كلمة الله في حياتنا. كلمة الله تدي تعزية، تدي فرح، تدي قوة، وكلمة ربنا تكون واضحة في حياتنا. لما الواحد فينا يسلم قلبه وحياته لربنا يقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع، اكشف عن عيني ارى عجايب من شريعتك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. كل مرة وانتم طيبين، لربنا المجد دائما أبديا، آمين. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين،